السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ معاكم محمد، فيديو جديد على قناة المكتبة عن المنتج ده، قلم موبايل. ايه الدنيا؟ ايه المختلف؟ ايه الجديد؟ هنستفاد ايه لما ناخد منتج زي ده؟ ده فيديو النهاردة، فيلا بينا نبدأ الفيديو. قبل ما نبدأ، لو فكرة الفيديو عجبك، محتوى القناة عجبك، متنساش تعمل لايك، اشتراك، فعل الجرس. يلا بينا. ده اول واحده كده انت بتشوف حاجه زي كده، قلم. قلم عادي جدا، مفيش اي حاجه. زي ما انت شفت اهو في الانترو، قلم بيكتب. السلام عليكم. ده اول واحده كده، ده بالنسبه لك عباره عن قلم. طبعا لما هتركز بقى هتلاقي في زراير وبتاع وحكايه وروايه. هو ده المنتج، شفته عجبني وشدني وقلت ايه اطلع اوريه لكم. طبعا عجبكم، متوفر في الستور، لكن هو موبايل على شكل قلم زي ما انت شايف. قبل ما اكلمك عن المواصفات، خليني اقول لك انا انطباعي. انطباعي الاولاني ان فكره حلوه ان انت معاك قلم ده، لو انت محتاج يعني قلم بتغير له الحبر. هي اصلا معاها حبر، معاها اربع علب حبر كده تغير. زرار طبعا صغيره جدا جدا. العدسه بتاعه الموبايل دي عدسه مكبره، يعني هي اساسا عدسه مكبره لان الشاشه صغيره جدا، فعشان الارقام تبان او اللي انت بتعمله يبان، فهم حاطين ده عدسه مكبره. طبعا الزرار صغيره جدا. كمان في كاميرا، يعني اللي هو بجد انتوا مديني كاميرا بجد، اللي هو عايز تفتح الكاميرا تصور شايف التفاصيل. خط رقم 5 كده تقوم راحه مصوره. بصراحه في كشاف، في هنا ورا اهو كشاف، ده كشاف لما بتشغله بينور لك المكان قدامك. بصراحه الموضوع يعني ايه شدني قوي، فقلت لا 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 اطلع بقى اعمل له ريفيو واوريه للناس، جايز يعجب الناس او جايز ما يعجبهمش، فيبقى عندهم فكره عن المنتج. طيب خلينا بقى نبدا نتكلم طبعا بنفس تقسيمه فيديوهاتنا، وهنعمل انبوكسنج، هنتكلم عن شويه تفاصيل عن الموبايل، ايه اللي بيقدمه وايه اللي بيأخره، وهنقول راي برضو عام عن المنتج. فيلا بينا دلوقتي هنتكلم عن العلبه بقى وشكل العلبه الخارجيه. ده الشكل اللي بيجي بيه المنتج، مكتوب هنا اسم الموبايل AK007، ومكتوب ان هو بيدعم 6 وظائف مختلفة في قلم. ايه الوظائف يا عم المختلفه؟ مكتوب لك ان هو بيشغل MP3 وMP4، مكتوب ان هو قلم تقدر تكتب بيه، مكتوب ان هو فيه فلاش لايت، مكتوب ان هو تقدر تصور، مكتوب ان هو فيه ريكورد، وده طبعا الموبايل. ده بالنسبه لشكل العلبه من بره. من ورا هنا عندنا اشكال مختلفه للموبايل، ان هو ممكن يكون متوفر بالفضي، بالاسود، بالاحمر، بس الالوان اللي عندي هي الفضي والانبوكسنج ده هنلاقي فيه اللون الاحمر. نفتح مع بعض كده. ده شكل العلبه من جوه زي ما احنا شايفين كده. عندنا هنا الكتالوج مش بيقرا، وادي شكل القلم اهو بالتفاصيل الممله شايفين كده. كاميرا هنا، بيكون بطارية متبرشمة بالشكل ده كده. عندنا هنا ده كابل الشاحن اللي بيشحن الموبايل، هنشوف دلوقتي بيشحن الموبايل ازاي. وهنا عندنا اربع تغييرات للحبر، واحدة بتكون راكبة في القلم، وهنا لو انت عايز تغير الحبر. بس الموضوع مش صعب، يعني انت تقدر ان انت تجيب اصلا اي بتاعة قلم وتركبها، يعني عادي مفيش مشكلة. يعني ده بالنسبة لشكل العلبة الداخلي والمحتويات بتاعتها. طبعا احنا شفنا شكل القلم من شوية، فده معانا هو شكل القلم. عندنا ده الموبايل بالشكل ده، صوته حلو وصوته واضح، يعني مش هتحس ان انت الموضوع فيه مشاكل بالنسبه لك. طبعا لو انت في مكتب ولا حاجه، لكن في الشارع طبعا، حتى في الشارع صوت الرنة بتاعته صوته عالي، وهنسمع ده دلوقتي. زي ما احنا شايفين اهو، ديت الزراير بتاعته، ما احنا شايفين اهو. هنا عندنا ده الاون والاوف، ده بيفتح. هنا لو عايزين نعمل مكالمه طبعا نقدر، ان احنا طبعا لازم تدوس بضوافرك، الزراير صغيره قوي فلازم تدوس بضوافرك بالشكل ده. لو عايزين نعمل مكالمه، ادي دي الارقام اهي. انا اصلا كنت مخليه رقم الشغل عشان استقبل عليه مكالمات كتير ورد على العملاء وكده، واشوف هل هيبقى استحمل الشغل ولا لا. شغال معايا بشكل كويس يعني، واستقبلت عليه مكالمات بشكل مش قليل. فدي الشاشه بتاعته اهو، هنا نقدر ان احنا نسجل الاسماء اللي احنا محتاجينها. طبعا مش تعرف تعمل الكلام ده، انت محتاج تعمل الحاجات دي على الشريحه، وبعد كده يبقى هو معاك بقى الحاجات متسجله على الشريحه. طيب عندنا هنا القائمه بقى فيها دليل الهاتف، وفيها مركز اللي هو سجل المكالمات، وفيها الرسائل. لو انت في رسائل هتلاقي موجوده زي الموبايل بتاع زمان، يعني في رساله من فودافون اهو، اهلا بيك في شبكه فودافون، لب 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 لب. انا بالنسبه لي الخط واضح، بس طبعا لازم نبص عدسة الكاميرا لازم تشوفها من الجنب كده، فالخط واضح مفيش اي مشكله للعين. يعني زي موبايلات زمان بقى، فيه هنا اهوت الصور اللي انت صورتها. لو الكاميرا مثلا نقدر ان احنا نلقط صوره عن طريق ان احنا نضغط رقم 5 كده، اهو لقط صوره. الكاميرا طبعا تعبانه قوي، يعني ما تكملش ربع ميجا، يعني هنصور ساعه كده. شايفنا شكل الصوره، تقدر تصور صور وتقدر تصور كمان فيديو، يعني الكاميرا دي بتصور فيديو اهو، يعني هو مسجل فيديو، في كمان تلقط صور. بعد كده عندنا هنا الادوات، في حاجه اسمها الادوات اهي، لو دخلنا عليها كده
هنشوف بقى ان انت تقدر تخش على التقويم، تقدر انت تغير صوتك في المكالمات تخليه صوت بنت او طفل او ولد، تقدر ان انت تعمل منبه، تقدر ان انت تشغل بلوتوث وتربطه بسماعه. يعني في شويه اوبشنز اكتر بكتير من موبايل قلمي. انا كنت فاكره حاجه هتبقى متواضعه، لكن طلع ان هو في الاستخدام يعني ممكن يبقى مفيد فعلا. في الضبط بقى، تقدر تعمل اعدادات للضبط بقى وتخليه يرن، يعني في اعدادات كتيره ممكن تعملها في الضبط عشان تخليه يرن بشكل معين، ولما حد معين يرن عليك تعمله نغمه معينه. علينا بقى ده البلوتوث، لو انت عايز تربط سماعه تعال نجرب نربط سماعه كده. طبعا الايربود هونر لسه ما عملتلوش ريفيو لحد دلوقتي، بس الايربود ده خد تجربه قاسيه قوي معايا، ان شاء الله نعمل له ريفيو برده قريب. طيب احنا كده فتحنا الايربود، هو بيعمل بحث دلوقتي، ترى هيشوفه ولا لا؟ هو بيعمل بحث اهو، جاري البحث اهو، جابه ربط حتى اللمبه دي، سبت اهي. نسمع النغمات، هنسمع النغمات كده نشوف هتشتغل فعلا ولا لا. الصوت تمام. الشاهد من الموضوع ان احنا عايزين نجرب فعلا نشوف هل الصوت بيخرج من السماعه ولا لا. فانا عايز اقول لك ان هو اصلا بياخد كارت ميموري، فكارت ميموري وسماعه، فتسمع ساوند وانت ماسك موبايل زي دوت من خلال الايربود، ده اوبشن جامد جدا، ده اوبشن جامد جدا جدا يعني. ففي اوبشن كمان ان انت ممكن تربط ايربود وتسمع اغاني من الموبايل، انت بتدخل عليه تحط عليه كارت ميموري، كارت الميموري ده تقدر ان انت تنزل عليه ساوند وتسمعه، وصل السماعه وتسمع منها تكلم منها. واو، يعني مش شرط انك تتكلم من الموبايل، لا واو تاني. خليني اسمعك صوت الموبايل بقى نفسه. طيب اسمعك صوت الرنات. اول مره استخدمت الموبايل ده كان في جيبي مش عارف ايه اللي بيضرب، قعدت ادور طب الساعه، طب ما كنتش عارف ايه اللي بيضرب، بس هو ده صوت الرنات. صوت الرنات واضح جدا ومسموع قوي، حتى لو انت في مكان مفتوح هيبقى الصوت مسموع. صوت المكالمات هو اللي كان عندي عليه شويه علامات، مش علامات استفهام طبعا، هو كتر خيره اصلا ان هو بيتكلم، بس انا ما اقدرش اتكلم من السماعه في الشارع، لكن هو في المكتب عادي ممكن، او في اوضه او في شقه ممكن اتكلم من السماعه، لكن انا بره لازم اتكلم من السبيكر، يعني لازم اعمل المكالمه على وضع السبيكر عشان اعرف ارد على المكالمه او عشان اسمع. صوت المايك بتاعها كويس جدا، صوت واضح جدا في المكالمات، ما كانش في مشكله الطرف الثاني ان هو يسمع. طبعا عندنا البطاريه بتاعه الموبايل نقدر ان احنا نغيرها بالشكل ده كده، البطاريه 550 ملي امبير، بطاريه كويسه جدا. تحتها هنلاقي ان الموبايل بياخد 2 شريحه، وعندنا هنا القطعه ديت فيها تحط فيها الكارت الميموري عشان لو انت عايز تشغل ساوند. طبعا عندي الكاميرا، عندنا هنا تحتنا لو عايزين نشحن الموبايل بيشحن بالكابل مايكرو اس بي، وهنا ده الكشاف، وهنا عندنا لو احنا عايزين نغير الحبر بنقدر نغيره من المكان. طبعا موبايل استخداماته ممتازه جدا ما شاء الله، محتاج طبعا تعامل خاص، محتاج ان انت تحافظ عليه، مش محتاج برضو يتبهدل وترمى. تقدر ان انت مثلا تخليه لاستخدام طوارئ، تجيبه هديه لطفل مثلا لو انت عايز تجيب له موبايل بسعر بسيط، يعني الموبايل ده سعره فرنج من 300 ل 350 جنيه، فمش رقم يعني بالنسبه لموبايل وامكانيات موبايل ممكن طفل ياخده معاه مدرسه، ابنك مثلا في اعدادي في ابتدائي ياخده معاه المدرسه، فتقدر انت تتواصل معاه تكلمه عن طريق القلم ده، وهو هيبقى حاجه مش لود او حمل كبير. بس طبعا بطاريه الموبايل دي بطاريه ممتازه جدا، هتقعد اليوم معاك بشكل كويس لو انت بتستخدمه وبتقبل عليه مكالمات والكلام ده، لكن لو ما الاستخدام بسيط ممكن تقعد معاك اكتر من كده. يعني مش عايز اطول عليك الفيديو اكتر من كده، الموضوع يعني بسيط، الموبايل بسيط جدا. يعني كنا قبل كده برده عملنا ريفيو للموبايل عقله الاصبع لو فاكرينه، هو نفس الفكره بس طبعا شاشه مضيئه الوان، بياخد كارت ميموري، بياخد تقدر توصل عليه ايربود بتصور، كان فينا في تكنولوجي اكتر من موبايل عقله الاصبع لو انت فاكر. طبعا في قلم وفي كشاف، الحاجات دي ما كانتش على ما اذكر موجوده في الموبايل اللي هو عقله الاصبع الصغير. يعني اتمنى يكون الريفيو وضح لك الفكره بتاعه القلم، اتمنى اكون قدرت اشرح لك كل حاجه محتاج تعرفها لو انت حابب تشتري قلم زي ده. في النهايه ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه، والفيديو عجبك ادينا لايك الجميل، فعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد في عالم السمارت ووتش بشكل خاص، في اكسسوارات الموبايل ومنتجات الموبايل بشكل عام. في النهايه كان معكم محمد في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.